قلب الشرق الأوسط تتشابك الحروب والنزاعات كجزء من مشهد تاريخي معقد، ما يجعل حلم الاستقرار بعيد المنال. رغم أن المنطقة تحمل إرثاً حضارياً عريقاً، إلا أن حاضرها مشحون بالصراعات التي تهدد النسيج الاجتماعي وتعيق التقدم نحو مستقبل أكثر أماناً وعدالة. وفي ظل هذه التحديات يبرز السؤال الجوهري: هل تستطيع شعوب الشرق الأوسط تجاوز تركة الصراع لبناء هوية مشتركة تحقق السلام والتنمية؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الفكرية، والتي يسعدني أن أرحب بكم وبضيوفها. معي من بغداد دكتور أحمد ريسان الحمداني، سياسي مستقل، ومن نابلس الأستاذ مناضل حناني، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ومن عمان دكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور أحمد، أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك في تقييمك لهذا الوضع الحاصل في الشرق الأوسط من حروب وتنافس ومساعي لسيطرة وهيمنة دول إقليمية، مشاريع إقليمية، ومن خلفها سياسات دولية. اليوم تقييمك للحالة الشرق أوسطية ما هي أستاذ أحمد؟ دكتور أحمد، دكتور أحمد إن كنت تسمعني. الكريم، نعم، أهلا بك، تفضل دكتور أحمد. نعم حبيبي، إحنا حقيقة الأمر الشرق أوسطية اليوم تلاقي حتفها من خلال السياسات المتراكمة والتي أزعمت بها أمريكا وإسرائيل بالتردي في المنطقة من خلال فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. ونلاحظ بأن هذه الدول الخمسة التي لاقت حتفها من خلال السياسات الشرق أوسطية والتي أدت إلى هلاك اقتصادي، هلاك سياسي، هلاك مجتمعي، هلاك للبلدان العربية التي تعاني ما تعاني البلدان العربية، أعنيها الخمسة التي ذكرتها. أما البلدان العربية الأخرى فهي مستقرة وليس لديها أي مشاكل من هذا الموضوع. وأنا جدير بالذكر بحول موضوع الشرق أوسطية. حقيقة الأمر يجب أن تقال أن الشرق أوسطية اليوم صناع الأزمات يصنعونها من أجل بقاء أمريكا للاستحواذ على خيرات هذه المنطقة والبت بما يرونه هم مناسبا لإسناد الإسرائيليين من خلال تواجدهم، وبنفس الوقت ضرب القوى الإيرانية إذا كانت تريد أن تتمعن من خلال التواجد في العراق والتواجد في اليمن والتواجد في بيروت والتواجد في فلسطين وغزة والقدس. هذا من واقع الحال المفروض على السياسة الموجودة، لكوننا نعاني، الشعوب تعاني، ليست الحكومات. الحكومات قد يكون لها رأي ورؤية، لكن الشعوب التي تعاني. حينما نريد أن نترقب بالحدث ونقول بأننا سننتقل، سأن الشعوب ستنتقل، الشعوب ليس بيديها ملكوت الأشياء، الحكام هم من لديهم ملكوت الأشياء، من يكون لديه القرار، من يكون لديه الحنكة والمسؤولية والموضوعية والغيرة والحرص والمثابرة على بلده يقدم ما يستطيع أن يقدمه. لكن الحكومات للأسف الشديد لم تكن صاحبة الريادة بهذا الموضوع، بل على العكس الريادة تكون بالشرق أوسطية من خلال التواجد الأمريكي والضغط على الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية ومجتمعية وثقافية ورياضية وسياسية وكل شيء في هذه البلدان الخمسة، منها سوريا والعراق وفلسطين وبيروت والفلسطين. بالأكيد حتى نتكلم بشكل مثالي نلاقي حتفنا عبر سياسات متردية، ولا أعتقد بأنها ستحل لطالما أتى ترامب. قد يكون ترامب يحل أزمات أوكرانيا وروسيا، لكن لا يحل الأزمات التي تعاني منها بلداننا الحبيبة اللي طرقنا قبل قليل. نعم دكتورة أريج، في الطاولة المستديرة فتحنا العديد من الملفات والمعضلات التي يعاني منها أو تعاني منها شعوب الشرق الأوسط، هي كثيرة للأسف وقضايا متشعبة. اليوم في ظل هذه الظروف عنوان الحلقة بعنوان مفاده الحروب والسيطرة وتحديات الشعوب نحو مستقبل
مستقر. لو وضعنا هذا العنوان تحت المجهر كما يقال، ما هي أول لبنة لخلق حالة من الاستقرار المستدام؟ هل نبدأ بالوعي الجماعي لهذه الشعوب؟ هل نبدأ من حل القضايا والملفات الكبيرة بدءا من الإرهاب وصولا إلى الموروث الاجتماعي، إلى حرية المرأة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، التعليم والتربية، البنى التحتية، الأنظمة؟ يعني المنبر لك دكتورة أريش حقيقة. بداية مساء الخير لك ولضيفيك. حقيقة يعني السؤال المطروح سؤال يعني غاية في الأهمية ويحمل شقين، شق يتعلق بالشعوب أو الجمهور، وشق يتعلق بالأنظمة الحاكمة وطبيعة العلاقة والسعي نحو الاستقرار. لكن يعني لابد من إجراء معالجة سريعة الساخنة على الدوام ومناطق الصراع للقوى الكبرى. سيدي للحقيقة يعني لابد من الحديث أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أولا من حالة الاستيطان أو حالة الاستعمار الصامت، حالة عودة القوى الكبرى للتربع والنفوذ في منطقة الشرق الأوسط والسيطرة عليها من خلال أولا سلب إرادتها السياسية وسلب مواردها الاقتصادية وجعلها في حالة ديمومة من التبعية والغرق المفرط في يعني أو أن تلهي هذه الشعوب في البحث عن لقمة العيش. حتى نخلق شعوب واعية وقادرة، أولا لابد من تمكين الشعوب على يعني من قراءة حقوقها، من فهم المجتمعات، من كيفية ممارسة حقوقهم السياسية، من إعلاء صوت إرادتهم وقدرتهم على التغيير السياسي، بدءا من التغيير الداخلي للمجتمعات الضيقة والصغيرة ضمن النطاق الإقليمي، ومن ثم يتمادى هذا الصوت على نطاق أوسع. لربما يعني اسمح لي أن أقول أن يعني فترة الربيع العربي جاءت تحت مسميات الوعي والتغيير والحرية ومحاولة البحث عن مفاهيم جديدة، ديمقراطية، مساواة، حرية، ولكن يعني بشكل أو بآخر هذه المفاهيم وهذه الثورات تم تجييرها لغايات يعني إعادة تهذيب هذه العقول بشكل يخدم الأنظمة السياسية القائمة، بشكل جعل من الشعوب مرة أخرى ترزح تحت وطأة وويلات يعني الحكم العسكري والآلة العسكرية لشعوبها والقوانين القمعية ومصادرة حقوقها. يعني الحالة ما قبل الربيع العربي والحالة الآن هي أكثر تخوفا وأكثر مصادرة للحريات. هذا أيضا يترافق مع الوضع الاقتصادي الأنظمة السياسية بشكل عام. الأنظمة السياسية العربية تعاني من أزمة الشرعية، لذلك هناك خشية دائما لدى القيادات من تحول هذه الأزمة أو من إثارة هذه الأزمة على المستوى الشعبي بما يهدد أماكنها السياسية. لذلك على الدوام بدأت تستخدم أداة القمع السياسي، أداة يعني حق التعبير مصادر، لا يوجد حق للتعبير، دائما المخاوف تستوطن المواطن العربي. الفترة ما بين يعني عام 2020 وحتى الآن واجهت المنطقة العربية العديد من الأزمات، أولها جائحة كورونا، من ثم التأثر الاقتصادي بالصراع الأوكراني الروسي، وصولا إلى العدوان القائم من الكيان المحتل على فلسطين ككل، بما فيها العدوان الأكبر على يعني مدار التاريخ على قطاع غزة ومن ثم لبنان وتوسعه نحو سوريا والعراق، بما أهل المنطقة ككل إلى العودة إلى طروحات شرق أوسط جديد، تغيير ملامح الشرق الأوسط، وجعل الشرق الأوسط ككل بمثابة حجارة على رقعة الشطرنج. أيضا هذا رافق يعني السعي العديد من القوى الدولية والقوى الإقليمية لمحاولة اختراق هذه المنطقة ووضع موطئ قدم يمنح لها القدرة على خلق نفوذ جديد، التوسع الاقتصادي، وهذا يعني يتأرجح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وروسيا،
بالإضافة إلى القوى الإقليمية بما فيها تركيا وإيران. الكل يبحث عن مصالحه، الكل يبحث عن قوة أكبر، الكل يحاول أن يتقاسم منطقة الشرق الأوسط، فأصبح بمثابة شطيرة، الكل يحاول أن ينال الحصة الأكبر منها حتى وإن كان يعني على حساب هذه الشعوب وعلى حساب إرادتها. نعم، الشعوب مغيبة حقيقة دكتورة أريج. أستاذ مناضل حنني، الفكرة عن عوامل تدعم خلق حالة من الاستقرار، ولكن إلى أي درجة هذه العوامل صعب تحقيقها في ظل كل ما تطرقنا إليه من قبل دكتور أحمد ومن قبل دكتورة أريج؟ أستاذ مناضل، يعني حياك الله. أهلا بك. الكرام، بدون شك أنه المنطقة والشرق الأوسط يمر بأزمات كبيرة متلاحقة لها علاقة بالواقع الاقتصادي، الواقع الأمني والواقع الاجتماعي في نفس الوقت، وبالتالي هذه الظروف المتلاحقة لها علاقة بالإملاءات الغربية التي تريد من الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص أن تبقى تعيش في هذه الحالة المتأزمة على مختلف الصعد. فكنا في الحرب اليمن والسعودية، جاءت أوكرانيا وروسيا وبدأ العدوان على غزة 7 أكتوبر وما يليه، لبنان اليوم، سوريا، اليمن، العراق، إيران، تركيا الآن تتحدث عن تصعيد وقطع علاقات وممكن مواجهة مع الاحتلال. يعني كل هذا يشعر المجتمع العربي والمسلم والمنطقة الأوسط للأسف الشديد أنه لا يوجد استقرار لا اقتصادي ولا اجتماعي ولا أمني. حتى عديد الدول العربية التي لا علاقة لها بالحروب بشكل مباشر لكنها تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى أدبية إلى آخره، كل هذه الأزمات وكل هذه المجمل من التوترات التي يعيشها أو التي تعيشها المنطقة وخاصة منطقتنا العربية لها علاقة باستدامة إنه هذه المنطقة تبقى بحاجة إلى المساعدات، المساعدات الاقتصادية العسكرية، تبعد الصناعات، ألا يكون هناك دولة واحدة قادرة على الاكتفاء الذاتي على الصعيد الزراعي، على الصعيد الصحي، على الصعيد الأمني، على الصعيد العسكري، كل هذا غير موجود حتى في معظم الدول العربية. وبالتالي هذه الحالة تبقي العرب دائما والأنظمة العربية والدول العربية بكافة تفاصيلها هي ملحقة للمجتمع الغربي، سواء على الصعيد الإلكتروني، العسكري، الأمني، الزراعي، حتى الزراعي بدأنا نصدر، عفوا نستورد كل شيء، لا نصنع شيء، كل شيء نستورده. وبالتالي هذه الأزمة وهذا هذه التفاصيل تجبر المجتمع العربي والأنظمة العربية، أصبح قرارها السياسي ليس قرارا مستقلا، قرارها العسكري ليس قرارا مستقلا. وما يحدث في منطقتنا هذه الأيام منذ أكثر من سنة دليل واضح على أنه الشعب الفلسطيني يذبح بهذه الطريقة يعني الوحشية أمام العالم وعديد الدول العربية كأنها غير أو لا علاقة لها بما يجري. هذا أولا. ثانيا، غيبوا المؤسسات الدولية خاصة فيما يتعلق في الشرق الأوسط، فيما يتعلق في المنطقة العربية، لا يوجد مؤسسات دولية في المنطقة العربية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة وأوروبا والغرب بشكل عام تريد من المنطقة العربية أن تبقى مقيدة، مساقة إلى أهداف ليست أهدافها وليست مصالحها، بل مصالح غربية ومصالح لها علاقة بتفوق الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الصعد الأمنية والعسكرية وحتى الزراعية. عديد الدول العربية تستورد تقنيات زراعية من دولة الاحتلال. يعني هذه فضيحة للعرب، فضيحة للمنطقة، بأنه دولة بالأمس أقيمت على أراضي عربية أخرى والآن أصبحت لديها الإمكانيات الكبيرة، والعرب لديهم كل المال والبترول والنفط وإلى آخره، ودول فقيرة، دول ليس لها صناعات على مختلف الصعد. وبالتالي
المجتمع الغربي يريد من المنطقة العربية أن تبقى محتاجة، وأي دولة عربية تذهب باتجاهات لها علاقة بالتطور الاقتصادي الاجتماعي، تطوير مؤسساتها المدنية، النظام، القانون، تجد أن هناك حملة شرسة باتجاهها. وما شاهدنا ماذا جرى في عديد الدول العربية، في بعضها أسقط النظام كامل ودمرت البلد لأن هناك كان نهضة بغض النظر عن طبيعتها أو الاختلافات إلى آخره. لذلك المنطقة العربية والشرق الأوسط مربوط في أمرين. الأمر الأول أن هناك شيء اسمه إسرائيل موجودة في قلب الوطن العربي. ثانيا الغرب لديه القرار الواحد أن إسرائيل يجب أن تبقى متفوقة عسكريا وأمنيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا. دكتور أحمد، أسئلة حقيقة كثيرة يعني هي موجودة وتدور في خلدي، ولكن إلى أي مدى، نبدأ بهذا السؤال المفتاحي برأيك، يعني إلى أي مدى تؤثر هذه النزاعات المزامنة الآن التي تحدث على فكرة الهوية لدى المواطن، وكيف يرى ويفهم مفهوم السيادة وحتى من بعدها مفهوم العدالة؟ دكتور أحمد. نعم أستاذ، مما تكلموا زملائي المحترمين جدا، أنا عندي قوة ملاحظة بواحدة من النقاط اللي يجب أن تذكر بشكل مثالي. البلدان الخمسة التي تطرقنا إليها وذكرنا أسماها، العراق واليمن، سوريا وفلسطين ولبنان، هاي الخمس دول أكون على ثقة سيدي العزيز، خلينا نكون جزء من الواقع السياسي العربي المرير الذي تمر به هذه الأجيال من شعوبنا المنهمكة تحت وطأة الأمريكان وإسرائيل والدول الغربية. خلينا جزء من الواقع، أنه بنرجع مرة ثانية خلينا نتكلم بواقعية أكثر، أنه هذه البلدان الخمسة لم تطبع مع إسرائيل. هذه البلدان حينما لم تطبع مع إسرائيل، شوف نرى بأن الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل تراها لا تحتاج إلى اقتصاد ولا تحتاج إلى بنى تحتية ولا تحتاج إلى إسناد ولا تحتاج إلى كذا، لكونهم قوموا ما لديهم كحكومات من خلال الحكومات إلى شعوبهم. ونرى بأن هذه الشعوب اللي إحنا ذكرناها الخمسة، كل الشعوب الخمسة المذكورة هي وحكوماتها منهمكة، والحكومات لم تمتلك القرار السيادي ولم تمتلك القرار الاقتصادي ولم تمتلك القرار المجتمعي ولا الثقافي ولا بما يمتلك المعنى الفكري العقائدي الذكائي الدهائي الفكرة، كل المعطيات التي تشير إلى ذلك نراها بأنها غير منسجمة مع ما يريد الأمريكان وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي الذين يزعمون بأنهم يريدون أن يحققوا ذات ويوقفوا نتائج الحرب على فلسطين أو كذا وعلى بيروت وعلى جنوب لبنان. هذا كله كذب، لكون أنه هذا الموضوع سيدي العزيز خلينا جزء من الواقع، والله يا أخي القلب فيه غلة، لكون أن البلدان العربية وهي تقف متفرجة كأنما كومبارس يشاهدون مسرحية اسمها الخمس دول العربية التي لم تطبع ولم تعطي توقيعا لإسرائيل. وإلا احنا لو نريد كشعوب عربية اللي ذكرناها نطبع مع الإسرائيليين وينتهي الموضوع، لكن هل يقبلها الضمير العربي؟ هل يقبلها الدين؟ هل يقبلها الإسلام بأن نجعل من هذه الخطوات ما بعدها وما لها وما فيها الشرق أوسطية ومعاناتها الاقتصادية؟ خلينا نكون واقعين بعد أكثر، الأمريكان اليوم متمركزين في هذه المنطقة أولا لكي لا تجوب إيران، هذا من وجهة نظرهم هم الأمريكان، لكي لا تجوب إيران بالمنطقة من خلال تدخلاتها في العراق واليمن وسوريا وبيروت وفلسطين، ويرون أنها بأن إيران لديهم القول الأمثل، أي بمعنى أصح أننا هذه الخمس دول تضرب إسرائيل وتهدد أمن إسرائيل وتجعل من أمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل والشعوب الذين يعيشون في هذه المستوطنات الإسرائيلية التي هي عربية الأصل، عليهم أن العرب الذين يتواجدون على الهرم السياسي كحكومات عليهم أن يكونوا قادة رواد بهذا الموضوع، قادة يعملون النصر لشعوبهم. الشعب العربي اليوم العراقي والعربي السوري والعربي الفلسطيني والعربي اليمني والعربي اللبناني يعاني ما يعاني، اقتصادها مهمش، البنى التحتية مهمشة، ونرى بأنه
فرنسا أعطت واحدة من الدلائل، قالوا بأنه على القانون 1171 خلنا نرجع لها وخلنا نسوي كذا ونعمل على إيجاد حلول في قطر بالدوحة، وصار المؤتمر على أساس يسحبون القوة من جنوب لبنان ومن حزب الله وكذا. هذه الأقاويل كلها يا سيدي العزيز تصب بالاتجاه الإيجابي لإسرائيل وتصب بالاتجاه السلبي للخمس دول المتضررة من الشرق أوسطية اللي هي القلب النابض للوطن العربي. وسوف يعني خلينا نكون اليوم نتكلمها بالشكل السياسي الذي يبكي القلوب لا يبكي العيون دموعا، أننا نعاني لكون أن الحكومات التي نتبعها ليست الحكومات القوية التي تمتلك الإرادة القوية السياسية لكونها لم تقوم شعوبها. طيب يا دكتور أحمد، هذه النقطة نعم هذه النقطة في غاية الأهمية. حقيقة أن هناك مشاكل كثيرة، بس حلقة واحدة لا تكفي، أنا قدر المستطاع أفرد كل خميس حلقة فكرية. دكتورة أريج، انطلاقا من طرح دكتور أحمد فكرة الحكومات، كيف يمكن إيجاد فلسفة حوكمة تتناسب مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لشعوب الشرق الأوسط والمنطقة، ومن ثم تلبي تطلع الشعوب للحرية والعدالة والمساواة وكل الحقوق يا دكتورة عبي دكتورة أريش؟ تمام. أولا يعني أريد أن أوضح نقطة غاية في الأهمية سأنطلق منها للتأسيس للإجابة على سؤالك الهام فيما يتعلق بالدول الخمس والحديث على أن هذه الدول غير مطبعة مع الكيان المحتل ولا تقيم أي اتفاقات سلام وتخلق علاقات ثنائية. يعني هذا الحديث يعني نوعا ما صحيح نوعا ما، ولكن يمكن القول أنها يعني في تلك الدول الخمس ليست الأنظمة السياسية القائمة هي من تناوئ وتناهض الكيان المحتل، وإنما أجنحة وقوى وتحالفات وأذرع سواء كانت لإيران أو تحالفات إسلامية بأن الكيان المحتل وجه السياسية قد يعني إن لم تطبع فهي صمتت وارتضت بوجود هذا الكيان بدلالة أن أغلب الأنظمة السياسية تبنت فكرة يعني الاعتراف بالكيان المحتل مقابل قيام دولة فلسطين. يعني على أي حال يعني لابد من القول أن الوجود الأمريكي يعني قائم، وبحسب آخر التصريحات الأمريكية والعراقية هناك اتفاق على أن الانسحاب كان يجب أن يتم في سبتمبر الفائت، ولكن تم لحظة يا دكتور أحمد دقيقة، سأعود إليك دكتور أحمد، تفضلي دكتور أريج. قوة أمريكية قائمة على الأراضي العراقية حتى سبتمبر القائم، وعلى الأراضي السورية حتى عام 2026. هذا من جانب. الآن سأعود يعني لأمر آخر، وهو يعني كيفية خلق حكومات أو خلق إرادة سياسية حرة في ظل الأوضاع القائمة في منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي تعج بالكثير من الأزمات. أولا لابد من التأكيد على أن هناك اتفاقية دفاع وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك حالة من التبعية الاقتصادية، هناك محاولات للتغريد خارج السرب البحث عن تحالفات وتكتلات مع إيران أو الصين وحتى روسيا. لكن على أي حال حتى نصل إلى شرق أوسط قادر على النهوض بنفسه، قادر على يعني تكتل خلق تكتل عربي أو وحدة عربية أو أمة عربية، أولا لابد من تمكين وإعادة توعية واستنهاض العقل العربي، لابد من محاكاة العقول العربية واستثمار هذه العقول. العقول العربية القادرة على التغيير إما وضعت خلف القضبان وفي السجون، وإما هجرت إلى دول القوى الكبرى. لابد يعني أولا من استثمار هذه العقول والبناء على مخرجات. طب دكتورة أريج، خليني أسألك سؤال، لا أعلم هناك مشكلة حقيقة في الإنترنت، أوقات الصوت يتقطع. دكتورة أريج إن كنت تسمعينني سألقي على مسامعك هذا السؤال. نعم الآن سألقي على مسامعك هذا السؤال ومن ثم سأمرره على باقي الضيوف أيضا. هناك من يؤكد بأن المنطقة تدفع جزء كبير من مذهبية الخطاب الديني وأيضا من أحادية الخطاب القومي السياسي. هناك من يؤكد بأنه وهناك فلسفة وحل الشرق الأوسط متمثل بعنوان كبير اسمه مفهوم الأمة الديمقراطية. برأيك أليس من باب أولى أن تجرب شعوب الشرق الأوسط هذا النوع
تحت مفهوم الأمة الديمقراطية وتآخي الشعوب في المنطقة؟ دكتور عارش. نعم بكل تأكيد، يعني إذا ما تم التركيز على عامل واحد، عامل جمعي واحد، هنا لا يمكن القفز نحو يعني المتغيرات الطائفية والدينية والجهوية وغيرها من الأمور. العامل الديني هو عامل تفرقة وليس عامل جمعي. هناك العامل يعني أيضا الطائفي، العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي، هذه عوامل تقسيم. الحديث عن أمة عربية ديمقراطية هو عنوان عريض ربما أمامه تتساقط كل المفاهيم الفرعية ويكون عنوانا جامعا، ولكن متى يتحقق أو متى نصل إلى هذا العنوان؟ هل تعي الشعوب العربية التي يعني تعيش حالة من مصادرة الحريات والديمقراطية؟ هل يمكن أن تصل إلى مفهوم أمة ديمقراطية ونحن من حصرنا نفسنا أمام يعني خارطة جغرافية وسياسية ضيقة؟ الشعوب العربية الآن يا سيدي العزيز يعني تعمل كما نعامة، كل منها يحاول دفن رأسه في الرمال وليس التطلع نحو خلق هذه الوحدة. الكل يريد أن يحافظ على حدوده، على سيادته، على منع يعني انتهاك خصوصية هذه الدول أو منع محاولة استثارة أي موقف يمكن أن يعرضها إلى اهتزازات سياسية سواء على المستوى الداخلي أو مستوى يعني الابتزاز. المصطلحات والمواضيع كلها مترابطة مع بعضها البعض حتى الآن، يعني مفهوم الانتماء تغير جذريا. أستاذ مناضل، سؤال كبير حقيقة، ما مدى تأثير الصراعات على تطور الفلسفة الفكرية لدى شعوب الشرق الأوسط في ظل كل ما نشهده من حروب وتنافس إقليمي ومساعي للهيمنة والسيطرة؟ أستاذ مناضل. يعني بكل تأكيد الحالة العربية بشكل خاص للأسف الشديد الفكر العربي شبه معطل، حتى في الموضوع الأدبي في الموضوع الثقافي تجد أنه حالات عديدة في دولة عربية مثل مصر، دولة مليئة بالثقافة والأدب وغيره، لكن أين يذهب؟ ما هو الاتجاه؟ ما هو الهدف؟ للأسف لا يوجد لا هدف ولا اتجاه. لذلك الفكر العربي شبه معطل لأنه الهموم كبيرة، هموم العائلة، هموم المجتمع، الواقع في القرية في المدينة بحاجة إلى جهد كبير من أجل أن يعيش حياة كريمة. وأصبح هم العربي المواطن العربي هو أنه يعيش في حياة كريمة، وهذا يتطلب جهدا كبيرا في غياب الأنظمة والقوانين التي ترعى وتدعم وتصون حقوق الاجتماعية على الأقل للمواطن العربي في عدد كبير من الدول العربية. هذا الموضوع للأسف الشديد يضع الثقافة والأدب وحتى الفكر والتفكير جانبا أو جزء منه جانبا. لذلك ستجد هناك من لديه أفكار جميلة جدا لكن لا تطبيق ولا يستطيع حتى أن يتحدث بها أمام العلن أو أمام الإعلام. أسباب كثيرة نعرفها جميعا. لذلك نقول دائما أن الأفكار والفكر العربي المقيد هو بين قوسين ملاحق، أو أنه قد يكون تابع بمعنى أنه مرضى عليه من الغرب وبالتالي ينطلق في كل الاتجاهات لأنه يدعم مفهوم معين أو أفكار معينة. لكن الفكر العربي الحر القومي الاجتماعي والذي يريد للعرب النهوض ويريد للعرب أن يتحرروا من الاستعمار الفكري والاستعمار الاجتماعي والاستعمار الصحي والاستعمار العسكري، كل هذا للأسف الشديد يخضع لرقابة على مدار اليوم على مدار الساعة. وكنا قبل قليل أي تطور في أي بلد عربي يكون تحت المجهر ويتجه بالاتجاه وبالمناظير. لماذا؟ ما الذي يحدث في هذا البلد؟ السودان كان هناك نهضة كبيرة في الزراعة، بلد مساحة واسعة، الآن ماذا في السودان؟ حروب وتدمير وقتل وانتهت البلد. العراق قبل ذلك كان هناك نهضة وجيش وإلى آخره، ماذا بعد ذلك؟ لا يريدون لدولة عربية أن تنهض فكريا اجتماعيا حتى سياسيا أو أمنيا، لأن ذلك يؤثر على صنيعتهم في فلسطين التي صنعوها وبدأت قاعدتهم العسكرية والاقتصادية والأمنية والصناعية أيضا.
بذلك لا يريدون للعرب أن يفكر بوطنيته، بانتمائه، بتطوير بلده، بأن يكون بلده متحضر اجتماعيا، قوانين وأنظمة تسن حقوق المواطن، حقوق العائلة إلى آخره. هذا كله للأسف الشديد معطل أو ضعيف حتى لا نظلم، ولكن في نفس الوقت أنا بقول لك أنه المجتمعات العربية مقيدة، المجتمعات العربية ملهى في قوتها وحياتها اليومية. أنا ذهبت إلى عديد من الدول العربية المجاورة لفلسطين، للأسف صراع من أجل الحياة لمعظم الناس التي رأيتها، وبالتالي التفكير في الوطن العربي، في القومية، في يعني أستاذ مناضل، هذا أصبح جزءا من حياة والبعض حتى يتجنبه لأسباب يعني حضرتك وباقي الضيوف وضعتم أيديكم على الجرح حقيقة. دكتور أحمد، حضرتك كنت تريد أن تعقب، عقب ومن ثم ألقي على مسامعك هذا السؤال، تفضل. حقيقة أنا عندي نقطة جدا جوهرية ومهمة. أنا اليوم أعيش بالأجواء العراقية وأعيش بالأجواء السياسية العراقية وتحت المصيدة، هذا من واقع الحال. لكوني أتكلم أنه وجود، لا وجود لأي قضية اسمها الانسحاب الأمريكي من العراق، لا وجود سيدي العزيز. تعرف أي اتفاقات مع الحكومة العراقية كلها كذب في كذب، كم من يكتب حلمه على قالب من الثلج فتضربه أشعة الشمس فيتبخر هواء منثورة. هذا الموضوع لا يقبل القسمة على اثنين. أمريكا موجودة بالشرق أوسطية لكي تحمي إسرائيل ربيبتها، هذا من باب. والباب الآخر والأهم، الاقتصاد العراقي ليس بيد الحكومة العراقية. الاقتصاد العراقي لطالما، وإحنا أعتقد الدول الأربعة اللي عددناها باستطاعة الاقتصاد العراقي لو كان اقتصادا حقيقيا يتمتع بحكومة وسيادة للشعب كبنى تحتية كأواصر، استطاعت العراق ونفط العراق وكل خزين العراق المالي بأن يعيش سوريا وفلسطين ولبنان واليمن، خليها واقع حال. ليش؟ لأن اليوم الشرق الأوسطية القلب النابض للوطن العربي العراق، لأنه يمتلك هذه الثروات وهذه الخيرات. وأمريكا حينما دخلوا إلى العراق كمحتلين وسقطوا صدام ودكتاتورية صدام، لكن نرى بأنهم أتوا لنا بكلمة الديمقراطية، لكن الديمقراطية مغيبة داخل الشعب العراقي أيضا مغيبة. لا يغرك أنه إحنا نشارك. طب يا دكتور أحمد، دعني أسألك هذا السؤال، خلينا نكون هيك يعني نتبع مبدأ جلد الذات. كل مشاكلنا دائما نلصقها بالعامل الخارجي، أكيد هو موجود، الرأسمالية وأدواتها التي تسعى للسيطرة على المنطقة جزء منه موجود بالفعل في مصير ورسم مصير هذه الشعوب، ولكن هناك مشاكل داخلية يجب أن نتحدث بصراحة ونجلد ذاتنا. هناك غياب للديمقراطية، هناك غياب للاعتراف بالآخر، هناك غياب لعدم تقبل الآخر، هناك غياب للحريات، عندنا جهل، تخلف، موروث اجتماعي، موروث ديني، استثمار لهذا الأمر، طائفية، تعليم ضعيف، إرهاب موجود. نتحدث بصراحة وبشفافية يا دكتور أحمد. نعم، من وجد هذه الأرقام والأشياء التي ذكرتها حضرتك؟ من؟ احنا وجدناها كشعب عربي عراقي، كفلسطيني، كلبناني، كسوري، كيمني. لا، مو شعب وجدها سيدي العزيز. من؟ اليوم كل الحكومات العربية، خلينا أتكلم بشكل واقعي، تفضل. يقول عندنا مثل الإمام علي عليه السلام يقول: لا تأخذك في الحقل لومة لائم ولا تستوحشن طريق الحقل قل سالكي. كل الدول العربية وكل رؤساء الدول العربية إذا لم يكونوا مطئطئين رؤوس لأمريكا والدول الأوروبية كن على ثقة، لا يكون له تواجد كائن من يكون على الدول العربية دون أن تأخذك فيهم لومة لائم. لماذا؟ لكونهم هم يرون الأشياء لما هم يريدون، تطلعاتهم فور فيوتشر لمستقبلهم لشعبهم هم. أما إحنا كقيادة عربية حتى تقول الكلمة الفصل ونكون ديمقراطيين حقيقيين وننقل شعوبنا نقلة حقيقية ذكية، بالإمكان أن تعمل على إيجاد استراتيجيات للأفق البعيد حتى نعيش حياة رغيدة، حتى نعيش حياة عربية حقيقية ملوها الحب والود والوئام والثقافة والاقتصاد والبنى التحتية لبلداننا، كن على ثقة. لطالما إحنا البلدان العربية، والدليل واضح، صدام كان راكع لأمريكا،
أبو اليمن راكع لأمريكا، ملك حسين الله يرحمه راكع لأمريكا، كل الدول العربية تركع لأمريكا لكي يكونوا رؤساء على بلدانهم وعلى شعوبهم. أنا قاعد أتكلم واقع سياسي، اليوم عمري أنا 57 58 سنة، منذ الأزل هاي 58 سنة عشناها، منذ الطفولة عرفنا الموضوع السياسي بأنه يمتلك زمام الأمور بالقيادات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية، سيدة العجوز وغيرها من تتحكم بمصير الشعوب العربية من باب وبالحكومات العربية من باب الآخر. إذا باركت أمريكا والشعوب الأوروبية لهذا الرئيس يبقى إذا لم تريد لم يبقى، سقطت اليمن، سقطت العراق، وسقطت كذا في حال أنه الأكسباير ذا إند، انتهى الأكسباير مالتهم، شالوهم، من راح يخلون؟ الشعوب اللي تبحث عن الديمقراطية، شعوبنا ليش تبحث عن الديمقراطية الحقيقية؟ هسه احنا والشعب مو مشكلة، راح انتخب وسوى المجال الديمقراطي لكي يطلع بنتائج لبلده، لحكومته، لشعبه، لأرضه، لسمائه، لكذا، لكن هل حقق ذاته؟ لا، لم يحقق الذات. ليش؟ لأنه الشعوب العربية التي هلكت من قبل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي الخمسة التي ذكرناها لا تمتلك شعوبها القرار السيادي ولا تمتلك شعوبها. يعني كلامك مهم للغاية دكتورة أريش. هل الشعوب، يعني إذا طلبت منك نرتب الأولويات، ما تحتاجه الشعوب في هذه المنطقة؟ هل تحتاج لثورة فكرية، صحوة فكرية، عدالة اجتماعية، تطبيق للحريات الأربعة؟ ما الذي تحتاجه بالدرجة الأولى والمهام الأول شعوب هذه المنطقة دكتورة أريش؟ سأنطلق من حيث انتهى ضيفك. يعني أنا أتفق معهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي طاعون الشرق الأوسط، وهي من أدت إلى تفتيت الحالة الجمعية العربية. ولكن سأنطلق يعني نتفق على أن هناك أيضا متغيرات داخل الشعوب العربية ذات نفسها. يعني لا يمكن البقاء بالقول أن ما يحدث في المنطقة العربية من أزمات يتعلق فقط بالكيان المحتل، على الرغم من أهمية هذا الأمر والولايات المتحدة الأمريكية. أولا، هناك يعني دائما في المنطقة العربية تعيش حالة التناحر الطائفي، حالة إنكار الآخر، حالة أزمات الشرعية السياسية، أزمات اللجوء، الإرهاب الصامت، الخلايا الإرهابية الصامتة، تفشي المخدرات وغيرها من القضايا التي تعيشها وتعاني منها المناطق الشرق الأوسط. هذا على وعلى العامل الأهم، وهو غياب الوعي الفكري اللازم والاعتماد على نماذج وقوالب ديمقراطية وحقوقية مستوردة لا تتناسب مع طبيعة المجتمعات العربية أو الشرق أوسطية. إضافة إلى الموضوع الاقتصادي، نحن بالأول وبالأساس يجب أن نخلق حالة وثورة فكرية شاملة، إعادة يعني ترسيخ مفاهيم العقد الاجتماعي الذي يتحرر إلى المشاركة والبناء والإعلاء. من اللافت للنظر أن يعني ترامب عندما عاد للبيت الأبيض استخدم شعارا يعني لافت للنظر، لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. يعني في المنطقة العربية ودول المنطقة العربية يعني لا يوجد صوت يطالب أن تبقى أي دولة من الدول العربية عظيمة أو قادرة على أن تخلق حالة عربية أو تؤسس إلى حالة عربية. نحن نحتاج إلى نماذج فكرية تبني وفقا لهذا الأساس. هذا أولا. اثنين، نحن بحاجة إلى يعني التحرر من فكرة التبعية والبناء على قدرات شعوبنا، شعوب المنطقة العربية، ومن ثم ذهاب مفكري المنطقة العربية وساسة المنطقة العربية، ليس على مستوى الأنظمة وإنما أتحدث على مستوى الشعوب، هذه القدرات الصامتة والتي يمكن استثمارها لمخاطبة العقول ومحاكتها في بناء نماذج فكرية، بناء نماذج حقوقية تراعي طبيعة الشرق الأوسط وتحاول نفض يعني كل الأزمات والعمل نحو الوحدة والارتقاء والرفع أولا من سوية الشعوب، الرفع من سوية الحقوق. يعني كلما زاد الوعي
كلما ترسخت حقوقنا، كلما زادت مفاهيم الديمقراطية، وكلما يعني تلاقينا في مسار ديمقراطي أعلى. ولكن البقاء في ظل الحديث على أن يعني التدخلات الخارجية، العامل الاقتصادي هم العائق، نعم هم عائق، ولكن الأساس من الجذر وليس مما أتانا من الخارج. لابد يعني من معالجة التشوهات الداخلية، معالجة أزمات الديون، محاولة استثمار القوى الوطنية حتى يتم التحرر. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية انطلاق من حديثك، هي تغيير العمل على تغيير سيكولوجية ومفاهيم الشعوب وكيف تنظر إلى المفكر أو حتى على الإنسان الواعي في محيطه الاجتماعي. نقطة في غاية الأهمية حقيقة. أستاذ مناضل، أنهي معك الطاولة المستديرة بعد كل هذه المعضلات التي طرحناها وسلطنا الضوء عليها في الشرق الأوسط. سؤالي لك برأيك، هل تستطيع شعوب المنطقة أن تتجاوز تركة هذا الصراع بكل مفاهيمه، إن كان داخلي إن كان إقليمي إن كان دولي؟ أستاذ مناضل. بكل تأكيد تستطيع لو أرادت باختصار، ولكن أيضا هناك عوامل أساسية يجب أن تتوفر للشعوب العربية حتى تستطيع أن تخرج من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية. إحنا لدينا مشكلة كبيرة في الموضوع الاجتماعي في الوطن العربي، هذه معضلة رئيسية. لو استطاع العرب تجاوزها لكان هناك مجتمع مثقف يستطيع أن ينهض ويستنهض مجتمعه وبلده، لكن هناك مشكلة في الموضوع الاجتماعي. لذلك عندما يكون المواطن يبلغ 60 عاما فأنه ينتهي، في أوروبا عكس ذلك، ليس هناك مشاريع قادرة على خلق بيئة تستطيع أنه يكون في أفكار خلاقة من أجل التطور والتقدم، وليس فقط أن نستورد كل شيء في الوطن العربي. أضف إلى ذلك أن مجتمعاتنا العربية مليئة بالنزاعات الطائفية العائلية، كل ذلك قد يكون سببه الاحتلال، سببه الاستعمار، ما خلفته الاستعمارات السابقة في عديد الدول العربية، وأيضا لأن هناك من لا يريد للعرب أن يتطوروا ويتقدموا ويكون هناك فعلا ديمقراطية حقيقة وليست ديمقراطية أمريكا التي تأتي إلى تدمير البلدان العربية ونهب ثوراتها. اليوم على سبيل المثال في سوريا، النفط السوري أين؟ يسيطر عليه الأمريكان ويسرقوه، والعراق أيضا قبل ذلك. كل ذلك جعل من المجتمعات العربية في حال من اليأس، في حال من الإحباط، وبالتالي لا يوجد من يفكر بتطوير. حتى الأنظمة العربية ليس لديها المؤسسات التي ممكن إنشائها وتوفير كل الإمكانيات لها حتى توفر الخطط الاستراتيجية التي تستطيع النهوض بالمجتمعات العربية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والزراعي وكل مناحي الحياة بحاجة إلى تطوير. نحن نستورد كل شيء للأسف، وهذا يجعل المفكر العربي أفكاره محدودة لأنه كل شيء مستورد، الهواتف الذكية مستوردة، لا يوجد بلد عربي يصنع هواتف ذكية. كل يعني على سبيل المثال، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة، هذه الثورة بحاجة إلى مقومات، هذه المقومات بحاجة إلى استقرار اجتماعي وأمني وسياسي، وهذا غير متوفر للأسف في الوطن العربي بشكل عام. طيب من نابلس الأستاذ مناضل حنني، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وعلى كل ما تفضلت به من كلام قيم أغنيت به هذه الحلقة الفكرية. وأشكرك ضيفتي من عمان دكتورة أريج جبر، أستاذة العلوم السياسية، على تلبية الدعوة وعلى كل هذه الإضاءات التي أنرت بها الحلقة الفكرية. وأشكرك ضيف من بغداد دكتور أحمد ريسان الحمداني، سياسي مستقل، على تلبية الدعوة وعلى كل هذا الكلام القيم. وشكر موصول لطاقم عمل الطاولة المستديرة، ولكم أنتم مشاهدينا دمتم بخير، إلى اللقاء.